اصدقائي المتابعين، كيفكم؟ تمام. اليوم في استعراض حلو كثير راح نصور لكم اياه، اتمنى يعجبكم وهلا راح تشوفوه. هاي ولد الخول، هذا مول كبير
فكرك فيه من بعد غياب سنين راجع عم بدق الباب روح اتركيني بحالي شو بدك في الجرح اللي في قلبي بعده ما طار اتركيني بحالي شو بدك في الجرح اللي بقلبي بعده ما طام تعلمت منك اجرح وما بنجري حبك خسارة كان لي من مريح تعلمت منك اجرح وما بنجري حبك خسارة كان لي من مريح وإذا قلبي بده يرجع لقلبك ما بدي يغرق محلك
ريحه الشتي رحتي قلبي معك خدتي انت الوجع انت دمع العمر صرتي تحت الشتي رحتي.